الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمال. إذا واحد ما وقع في خط الإنتاج يبقى، أما إذا دخل في خط الإنتاج الله تعالى يبارك وينمي عمله. هذا مثل بذرة إذا تخلوها على الرف، هذه إذا تبقى 100 عام تبقى بذرة، ولكن عندما هذه البذرة تدخل في خط الإنتاج تخلوها تحت التربة، الله تعالى يسخر قوى الكون لهذه البذرة المتواضعة. الله يسخر لها التربة، الله يسخر لها الأملاح، الله يسخر لها الشمس والهواء والنور، كلها تعين هذه البذرة التي تحت التربة. وإذا بهذه البذرة تتحول إلى شجرة كبيرة، هذه الأشجار اللي الآن تشوفوها في يوم من الأيام كانت بذور وقعت في خط الإنتاج، الله أمدها. إذا واحد يقعد في بيته ويقول لا يمكن، ما أتمكن، ما يجي مني، من يستمع إلى كلامي، يبقى في وضع. أما إذا واحد دخل في خط الإنتاج حتى إذا يكون أضعف واحد، الله تعالى يسخر قوى المجتمع لأجله.